إن سئلت عن أوفر رفيق للإنسان فقل هذه المخلوقات الأليفة. سوق صغيرة مكتظة في العاصمة تنتظم كل أسبوع منذ ما يقارب 3 عقود. عندي 28 سنة هنا من اللي عملت وعملت وين السوق هذايا. السبب هو أنا منصب بايا اللي تشوف فيه تسمع فيه أخويا، والأنواع من كل فئة جي من البرجوازي حتى الطلاب أكثرش من هذا. أقفاص معدنية تكبت حرية كائنات تجد لحن الحياة، تشترى بأثمان متفاوتة قد لا تعني شيئا لعشاقها. ربي نطلعهم احنا من اللي صغار رباهم، وإذا كان ناقصين سرعة نشريو باش نجيو نبيعو في السوق لهنا. فما الكناري الوستر، وفما المالينوا، وفما الأنواع الفريزي. هذه الأنواع الموجودة في تونس. كناروات العادي من 45 ل 50، الجلوستر من 80 ل 90، والفريزي 250. هذه الأسواق متاعها. المالينوا ب 130 ل 110. بين وفاء الكلاب ودلال القطط تطل أسماك الزينة من الأكواريوم، تسر الناظرين بألوانها الزاهية وحركاتها المتناسقة المبهرة، بعضها ذات أصول محلية وأخرى دخيلة مستوردة. الأكواريوم هذايا عندنا حوت يعيش في الماء البارد، وعندنا حوت يعيش في الماء السخون. فما أنواع متاع حوت، فما أنواع متاع حوت يعيش كما نقولوا فيها مع بعضه اللي هو السيكليدي، وفما أنواع أخرين كما البلاتي والمولي وفيريفيران الفوار يعيشوا مع بعض ما يتعايشوش مع بعضهم. وفما سلعة أخرى تجينا من البر، تجينا من الصين، تجينا من تايلاند، تجينا برشا من سنغافورة. تجارة يمارسها باعة من كل الشرائح، فمنهم الرجال وحتى النساء. مربيت عندي ديجا زوز اناثي في الدار، وذكر كي يكبروا يوليوا ياكلوا القطاط نجيب نبيعها. محبة البعض لهذه الكائنات الأليفة كبيرة حتى صارت من أغلى الهدايا. أنا هبط باش نشري نسيتي باش نخذ لها بيريش باش نخذ لها كادو. يظل هذا الشارع مقصد المولعين والمغرمين بالحيوانات، إما بحثا عمن يحبون أو للفرجة والتسلية. علي الهادي الصغير، قناة المتوسط، تونس.